الخبر الاول اللي عدنا عن الالتقاء اللي صار بين نورمار ويارا في المعرض. يا حبايبي انه بعيد ميلاد محمد الجواني يارا وكوكي كانوا موجودين بهذا العيد ميلاد، مثل ما شايفين يا حبايب هذه الصوره اللي انتشرت انه يارا وكوكي كانوا موجودين بالحفل. ايش تتوقعون يا حبايب نور ويارا هل هم احتجوا ويا بعض بهذا الحفل؟ خاصه انه جواني يا حبايب اساسا كان نزل هذا الستوري قال انه هو التقى ويا يارا، يعني يمكن يكون قصده على عيد ميلاد. وبالاضافه يا حبايب انه قرايب يارا هم كانوا موجود بهذا الحفله يعني. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات شو تتوقعون هل هم احتجوا ويا بعض، هل حترجع للفريق؟ ما ادري، اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم. ندار حاليا طبعا جو مريانا وشنو علاقة الحب اللي ما بينهم؟ فكانوا فاتحين بث مباشر يا حبايب، هذا البث المباشر واحد من المتابعين صار يسألهم انه هل اكو علاقة حب تجمعكم او لا؟ فهم قالوا انه هم يحبون بعض كلش، ولكن ما يريدون يرتبطون، خايفين، ما ادري شنو السبب الصراحة، ولكن شوفوا اللقطة عم تفتهمون اكثر. قام امزح. قد ايه بتحبينه كبنت جنية؟ 100%. والله يا حب. يا نغة. شو حالك؟ لك شغلة. لك يا نغة نحن وصلنا لمرحلة، شوفي احيانا في اشخاص بحياتك ما بتحبي تتخلي عنهم، عرفتي كيف؟ فما نحب نعرض مثلا علاقتنا للخطر، انه والله نحب بعض على اخر شيء نخسر بعض، يعني في كثير علاقات انتهت عرفتي، ونحن انا عن نفسي مو حابب ننهي العلاقه. طيب ولا هي حابه تنهي العلاقه. طيب بس ثواني. طيب مع انه طبنجة كان صريح لهالدرجه، خليني اكون صريحه، اضافه على كلامي اللي حكاه طبنجة، هو فعلا انا وطبنجة كثير بنحب بعض وكثير متعلقه. انا ايه لما انا علقت مع، لما انا وطبنجة بنعلق مع بعض يعني ما بتعدي المشكلة على خير، عرفتي كيف؟ يا بدنا نتصالح يا بدنا نتصالح، عرفتي؟ وهذا الشيء بيدل على المحبة، وهذا الشيء بيدل على المحبة. وأنا وطبنجة كثير حاكين إنه أنا وياك إذا بدنا نرتبط عن جد رح نخسر بعض، فلحتى ما نخسر بعض بنكون جنب بعض وحابين بعض بس مالنا مرتبطين. يلا يسلمك، يلا انزلي قبل ما تصير مشكلة كبيرة كتير. احسن بكتن هبقى بكم انت شو رايكم براد هوم، هل تقتنعتوا من عنده او لا؟ وننتقل حاليا للقمر مار وصول حسابها بالانستغرام لل 2 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز، بالاضافه نزل شويه ستوريات بهذه الستوريات هي تكون فرحانه بوصولها لهذا العدد. ان شاء الله الف مبروك، وان شاء الله الدوم يا رب تكون مبسوطه، راح اعطيكم الستوريات تشوفوها. ولكن كملوا، اكو شيء كلش مهم راح يصير بالنهايه. بس خلوني في مكان اعطيكم بالجودة تنفس ما تصدقون أنا إيش قد فرحانة. شكر يعني إيش قد ما أقول لكم شكرا ما تكفي، شكرا لكم من كل 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 قلبي. الفرحة أنا يا بنت الوصوف يعني هسه لو بدي أعيط والله، والعالم كتبوا علي بالشارع. بالجودة تنفس وكلش فرحانة، إيش ما أقدر أعبركم عن الفرحة اللي أنا بيها، بس من صدق أحبكم كلكم يا 2 مليون صرتوا عندي، أموت عليكم. بس يعني ما أقدر أنطر رد فعل الواو لأنه أنا بس شكرا لكم كلش للاسف يا حبايب بعد ما كل هذه الفرحه صارت تسكر حساب قمر بالانستغرام. ان شاء الله يا رب يرجع لها، ما يصير مثل حسابي وما يرجع للان، فان شاء الله يا رب يرجع لها ويرجع حسابي على كل. وبس انها وصلنا لنهايه المقطع يا حبايب، في هذا المقطع بلايكات وبس، جانكم في زي مقاطع من مكتب القصص، احبكم وبس، مع السلامه.